أهلا بكم من جديد. الإخراج هو تحدي جديد وتجربة جديدة أعلن النجم ظافر العابدين إنه هياخدها. طب يا ظافر، أنت ناجح جدا كممثل، مش بس في العالم العربي ومش بس في تونس، لا يعني أكراس العالم العربي وبره كمان أفلام ومسلسلات. لماذا الإخراج غدوة هو اسم الفيلم الذي قرر ظافر أن يقتحم به عالم الإخراج؟ طب إيه شكل الإخراج؟ إيه المدرسة اللي هو هيتبعها في هذا الأمر؟ هو ده السؤال اللي عايزين نسأله له. ومعنا عبر زوم من تونس النجم ظافر العابدين. يا ظافر، مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى كل المتابعين، وتحية كبيرة من تونس، وتوحشتكم برشا. وانت وسعيد توحشتنا جدا والله، بتواجدي معاك. وانت والله توحشتنا برشا برشا. وخليني الاول اسالك على اللوك. اللوك مختلف، يعني الشنب والبيرد وكده، ايه يا ظافر في ايه؟ ده لوك ليه يا ظافر؟ ده يعني هذا لوك للفيلم. ان شاء الله بدايه التصوير مش تكون يعني بعد يومين، وطبعا الان اخر مرحله التحضير والبدايه، وانا متشوق جدا ومتحمس جدا. ما شاء الله.